طيب ليه أحدث هذا الكتاب جدلا واسعا يا شيخ عصام؟ هو الكتاب كتبه الشيخ الغزالي بطلب من المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن باقتراح من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور طه جابر العلواني رحمه الله. والشيخ الغزالي كتب الكتاب وألفه وأثار ضجة، لكن في 9 شهور الطبع 9 طبعات، يعني في أقل من سنة 9 طبعات لكتاب دلالة على الأهمية والمكانة، وكتب 14 كتاب ضد هذا الكتاب. نعم، ردوا عليه ب 14 كتاب 14 كتاب بيردوا على كتاب الشيخ الغزالي. نعم، وانت كل الكتب انتهت وبقي كتاب الشيخ الغزالي، يعني مع تقديرنا لكل كتبه. نعم، ومن كتب مقالات، من نقد، من من من. وبعد ذلك طبعا طلب المعهد العام للفكر الإسلامي، قالوا أقرب الناس لتوضيح أفكار الغزالي والدفاع عنها الشيخ يوسف القرضاوي، فكلموا الشيخ القرضاوي فكتب كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية، ضوابط ومحاذير. نعم، جاب نفس أفكار الشيخ الغزالي لكن أصل لها وضبطها. نعم، فبس عشان الكتابين يكون في عند الناس تفصيل عنها. أي الكتاب طبعا بلا شك كتاب مهم جدا، كتاب طبعا كثير من الناس اللي هاجموا الشيخ الغزالي دارت الأيام ورجعوا لكثير من أقواله حتى من السلفي، وكتاب أصلا أكتر الكتاب ده كان بيضايق معظم السلفيين، الإخوة السلفيين والوهابيين. الذين طبعا وتطاول كثير منهم على الشيخ الغزالي بسبب الكتاب، منهم السلفية الجامية ربيع هادي المدخلي كتب كتابا سيئا مثله. نعم، أنا آسف، يعني اسمه كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه، وجوه قال الغزالي أشد حقدا على الإسلام من اليهود والنصارى والمستشرقين، وإنه أخرج ما في صدره من حقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام يكفر الناس والعياذ بالله يعني. طبعا، ولذلك هو كتب في مقدمة الطبعة السادسة يبين ان لا، موقفي الاعتراف بالسنه وحب السنه، وانه ده كلام فارغ. وكتب عده مقالات فيما بعد عن افتراءات عنه تقال، وده يعني لما نقعد نتامل، يعني انا طبعا ما بقرا التاريخ ده، التاريخ ده نعيشه طبعا. نعم، يعني كان ساعتها مجله الازهر والمجلات الاخرى ما بين الرد والدفاع وغيره، ومجله التوحيد لانصار السنه. نعم، فده ادانا حصانه شويه. أيوه، بعد كده بقى الشتايم، كل اللي اتقال في الغنى وفي الموسيقى وفي جيلاتين الخنزير وفي كل الفتاوى اللي بتطلع كلها دلوقتي طالع نفس الناس، بس الفرق ان اللي كانوا بينقدوا الغزالي ناس كانوا مهتمين بالسنه واهل علم، النهارده بينقدونا مش اهل، مش بتوع علم اصلا، يعني ده ناس بتوع سوشيال ميديا وبس، ناس بتوع نقد وبس، ولا نقد يعني. أيوه، ناس بتوع اساءه وبس. أيوه، فعلى الاقل كانوا اللي بينقدوا الغزالي ناس عندهم علم بيعرضوه. أيوه، وان تطاول البعض. هو قال الشيخ الغزالي كده شيخنا، قال وقد ستمني بعض الناس فوجدت الإعراض أولى، ومن من الأنبياء لم يشتم، سؤاله يعني، فليتأسى أتباعهم بهم في الصبر والتجاوز. نعم، يعني كان رد رائع بصراحة من فضيلة يعني الشيخ الغزالي رحمة الله. الشيخ الغزالي طبعا ليه هو يعني الرد زمان اهو، يعني وقد ستمني بعض الناس فوجدت الإعراض أولى، ومن من الأنبياء لم يشتم فليتأسى أتباعهم بهم في الصبر والتجاوز، قالوا الإله ذو ولد، قالوا الرسول قد كهنا، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. لكن الشتم الذي أوجعني اتهام البعض لي بأني أخاص، زي ما حضرتك تفضلت في عصامه، بأني أخاصم السنة النبوية، وأنا أعلن أن الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وأن إخلاصي للإسلام يتجدد ولا يتبدد، وأنه أولى بأولئك المتحدثين أن يلزموا الفقه والأدب، فغايتي تنقية السنة مما قد يشوبها، وغايتي كذلك حماية الثقافة الإسلامية من ناس قيل فيهم، الجملة دي مهمة اللي جاية، وغايتي كذلك حماية الثقافة الإسلامية من ناس قيل فيهم إنهم يطلبون العلم يوم السبت ويدرسونه يوم الأحد ويعملون أساتذة له يوم الاثنين، أما يوم الثلاثاء فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون نحن رجال وهم. الجملة اللي بعدها أهم، ما أعرفش إذا موجودة. نعم، بيقول إن هؤلاء إذا لم يعني لم يجدوا أو يرزقوا من ربهم من آباء ومات أو ثقافة فسوف تربيهم الأهالي. يعني وإذا كان هؤلاء لم يرزقوا شيوخا يربونهم أو أساتذة يثقفونهم فسوف تربيهم الأيام والليالي وما أحفلها بالعجائب. اللي هو منه في المثل اللي ما ربوش أبوه وأمه تربيه الأيام والليالي. أيوه، فأنت فعلا ما تجي تقارن هؤلاء الناس النهارده، حتى الايام دي هتلاقي ناس تيجي تشتم النهارده وتهاجم. طب ده اللي كانوا بيهاجموا الغزال ناس درسوا او صحيح. يعني على الاقل في اصحاب علم يعني، انما النهارده انت بتلاقي ناس قاعدين كل يوم
ما بين بث مباشر، ما بين فيسبوك، ما بين كتابه، ما بين ما بين، طيب تدور على يعني علم ايه اللي درسوه اصلا؟ انت النهارده بتناقش ولا بتناقشي شيخ او راي ديني وتقييم لرموز كبار؟ أيوة. يعني انا بتعجب بعض الناس بيتكلم عن محمد عبده ورشيد رضا والافغاني وعن فلان. انت مين ياما؟ انت مين يابا؟ يا عم انتوا مين يعني؟ ده انتوا اصلا ما تعرفوش يعني، تعرفوا الناس دي اسماء؟ ايوه والله صح. يعني الناس انت النهارده لما بتنقد الغزالي، اللي بينقد الغزالي وقتها علماء او ناس طلبت علم، ناس درسوا سنه، صحيح. سواء بقى كانوا علمهم بسيط كتير، يعني من الناس اللي نقدوا الشيخ الغزالي الشيخ سلمان العود الله يفك اسره، نعم، وكتب كتاب بعنوان حوار هادئ مع محمد الغزالي. حتى الكتاب عنوانه شيك يعني، شيك ومحترم. ومع ذلك الشيخ سلمان تراجع عن الكتاب. بقول له تراجعت عن ايه؟ لما قابلته في مره في حوار شخصي يعني، قال لي تراجعت عن المنهج. ايوه قال لي انا شايف في اخطاء شويه. وبعدين اول الكتاب لما طلع، فاحد طلبه العلم بيدي لي شيخ القرضاوي قدامي في مره، فبقول له فالشيخ الغزالي الشيخ القرضاوي اللي يحفظه بص كده في الكتاب، عنوان الكتاب ايه؟ حوار هادئ مع محمد الغزالي، تاليف الشيخ سلمان العوده. فقال لي الشيخ القرضاوي يعني محمد الغزالي من غير اللقب وهنا تحت الشيخ سلمان العوده. يعني فده اول ملحوظه سبحان الله. ده واحد. وما ادريش انا، قال لي تراجعت. انا قلت له ليه؟ قال لي اني لم اجد في منهج السلف انك تفرى نفسك عشان تطلع اخطاء عالم وتحطها في كتاب. والله دي كانت مشكله كبيره جدا يا شيخ عصام. طلبه العلم شايلين الكتب على قلبهم وعاملين يسافروا هنا ويجوا من هنا ويعملوا هنا عشان يقول لك ايه؟ اصل الشيخ غلط. وانت مين يا ابني انت عشان تقول الشيخ غلط؟ اخطاء مش عارف فلان، مخازي علان، ايه ده بقى؟ عورات فلان ليه؟ فبرضه نفس الحاله. ده بقى اسمه طلبه علم. والله انت قلت جمله جميله، قمه في الروعه. قلت لي كل ال 14 كتاب اللي راحوا ردوا على الشيخ محمد الغزالي مين فاكرهم؟ انتهوا ويتبقى الان فضل الكتاب، هذا الكتاب لصاحبه الشيخ محمد الغزالي. وكان وفاه الرجل، لان في ناس كتبوا براءه اهل الفقه والحديث من محمد الغزالي، ومع ذلك واللي قالوا عنه ان هو بيهاجم السنه ضد السنه، مات يدافع عن الاسلام. نعم. في الجنادريه، في مؤتمر الجنادريه في السعوديه، في المملكه العربيه السعوديه، ودفن لما مات. يعني بحثوا وجدوا في البقيع مكان فاضي. سبحان الله. بين مين؟ ايوه بين الامام مالك والامام نافع مولى بن عمر. الله. من اعلم اهل الحديث ومن اعلم اهل الفقه. سبحان الله. فيدفن بين مين؟ اهل الفقه واهل الحديث. والله لو كانت رتبت لما حدث ذلك. لا ده هو ساعتها العامل في البقيع الناس لقوا مكان فاضي. ايوه. فذهبوا الى المسؤولين قالوا في مكان فاضي لو حابين تكرموا حد من الامراء لو توفي ولا حاجه يدفن فيه. ايوه ايوه. فمات الشيخ الغزالي وكان ضيفا على السعوديه. يا الله. وساعتها مبارك مش عايز الدنيا يدفن في مصر فيبقى هوجه وشعبيه وبتاع. او ساعتها برضو ارادوا اكرام الرجل. نعم. فدفن. سبحان الله. في البقيع. وكرمه الله عز وجل حتى في ده. مسألة يا جماعه. نعم. الاخره والدنيا والدين مش بتاع حد، بتاع ربنا. صح والله. فده بس مدخل مهم. أيوة الكتاب طبعا. الناس لما تشتم وهوجم الغزالي هوجم كثيرا في دينه وفي علمه وتم التطاول، ومع ذلك صبر. هو الشيخ الغزالي كان يعني مستو اللي بتغيظ اعدائه، اولا قلمه سيال، اثنين لغته العربيه الادبيه عاليه جدا، ثلاثه يمتاز بلغه ساخره يجلد خصومه بلسانه وقلمه.